والآن إلى أخبار الاقتصاد الأمريكي، حيث علقت محكمة استئناف أمريكية أمس حظراً فرضته لجنة حكومية على بيع ساعات ذكية لشركة أبل، وذلك في إطار نزاع يتعلق ببراءة اختراع حول تقنية للمراقبة الطبية. ويأتي ذلك بعد أن قدمت أبل التماساً عاجلاً تطلب فيه من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية وقف الأمر الصادر عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية، التي قضت بأن الشركة قد انتهكت براءة اختراع لشركة ماسيمو للتقنيات الطبية. ويرى محللون أن القرار النهائي قد يكلف أبل ملايين الدولارات، وربما يفرض عليها تسوية أو نوعا من الحلول التقنية. وكانت لجنة التجارة الدولية منعت واردات ومبيعات ساعات أبل المزودة بتقنية قراءة مستويات الأكسجين في الدم. تتجه شركة تسلا لتسليم نحو 473 ألف سيارة كهربائية في الربع الأخير من العام الحالي، لتسجل بذلك مستوى قياسي جديد. واستفادت تسلا من هوامش المبيعات وخفض أسعار طرازاتها الأربعة عالمياً خلال العام الحالي مع التركيز على الصين. ودفعت حرب الأسعار وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية شركات صناعة السيارات بما في ذلك فورد موتورز إلى التراجع عن خططها لإنتاج مركبات كهربائية، مما ترك تسلا بدون منافس تقريبا في الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن تقوم تسلا بتسليم 1,820,000 مركبة على مستوى العالم بنهاية 2020، بزيادة نسبتها 37% مقارنة بالعام الماضي. ومن أخبار العملة الأمريكية، تكبد الدولار خسائر كبيرة اليوم ويتجه لتسجيل تراجع سنوي بعد عامين من المكاسب القوية، مع تأثر الأسواق بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة العام المقبل. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر عند 100.8 نقطة. وانخفض المؤشر 0.5% أمس، ويتجه نحو انخفاض بواقع 2.6% هذا العام لينهي عامين من المكاسب القوية.